وبالرغم من هذه النماذج الناجحة إن صح التعبير لهؤلاء المصابين بالتوحد في سوق العمل، إلا أنه من الصعب جدا وفق خبراء أن نصل إلى هذه النتائج بكثرة، ذلك لأن كل طفل مريض بالتوحد له معاملة خاصة جدا، ومرضه يكون خاص جدا. نتابع معا الدكتور عمار حميد البنا، الاستشاري ورئيس مركز التميز للصحة النفسية للأطفال في مستشفى الجليلة. السؤال مهم جدا، كيف نضع منظومة متكاملة تدعم استقلالية الأطفال المصابين بالتوحد؟ السؤال صعب لسبب، لأن اضطراب طيف التوحد هو طيف، فكل طفل يولد أو تكون عنده قدرات معينة، بعض الأطفال تكون عندهم صعوبات أكثر من غيرهم، بعضهم يكون عندهم قدرات أكثر من غيرهم، فالمنظومة لازم تسع الجميع بحيث أن كل طفل مهما كان يعني وضعه أو كل شخص يعني تكون بشكل عام الهدف أن ندعمه نحو الاستقلالية لما يكبر قدر المستطاع، وأنه يحقق كامل قدراته، سواء قدراته كانت دراسية أو مهنية، بحيث يكون عضو فعال في المجتمع. في نفس الوقت الأشخاص اللي عندهم صعوبات أو حواجز تمنعهم من التقدم وأن يكونوا مستقلين، أيضا يعني نتأكد أن الخدمات اللي محتاجينها للتغلب على هاي العوائق تكون موجودة في المجتمع. طبعا مثل ما قلنا قبل شوي، كل طفل مختلف عن الآخر، يعني الهدف الأساسي كل خطة بتكون خاصة بالطفل نفسه، كل طفل مختلف. نحن عندنا مقولة في كخبراء في مجال التوحد، إذا رأيت طفل مصاب بالتوحد فقد رأيت طفل واحد، تمام؟ الطفل الثاني اللي بتشوفه مختلف عن الأول، والثالث مختلف عن الأول والثاني، فكل طفل مختلف، فهني التحدي وفي نفس الوقت الهدف أن نكتشف من البداية هذا الطفل شو هي ميوله، شو هي مجالات الاهتمام اللي عنده، زين، وكمجتمع نحاول أن نحطه في خط نحو مستقبل أنه يقدر يوظف هاي القدرات اللي عنده، بالتالي وكمجتمع لازم يعني نتقبل الأشخاص بشكل عام على اختلافهم. كل شخص مختلف عن الآخر، هذا الشخص اللي على طيف التوحد يمكن يكون عنده صعوبات معينة في التواصل الاجتماعي، لكن في مقابل عندهم ممكن يكون عنده قدرات مو موجودة عند الأشخاص الآخرين، فالتقبل والاحتواء من طرف المجتمع مهم جدا يعني أيضا لضمان نجاح المسيرة.